بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بجميع المتابعين في كل مكان في هذا الفيديو الذي سأشرح فيه طريقة التعديل على بعض النماذج من التهاني الخاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك. تقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير. إذن أضع بينكم هذه النماذج التي سأحاول أن أشرح طريقة التعديل عليها. إذن وهذه النماذج قمت بإعدادها لجميع المتابعين قصد استعمالها والاستفادة منها. ونبدأ بهذه الصورة الأولى، وكل العناصر المكونة لهذه الصورة يمكن التعديل عليها. وللتعرف على مكونات هذه الصورة شرحنا سابقا طريقة التعامل مع الأجزاء والطبقات داخل برنامج الباوربوينت. إذن نختار من الصفحة الرئيسية، نختار Select، ثم نختار Selection Pane، وسيظهر عدد عناصر المكونة لهذه الصورة، والعدد هنا 4 عناصر. ثم يمكن التعرف عليها من خلال إخفاء وإظهار هذه العناصر. إذا نقوم بإخفاء هذا العنصر للتأكد ما هو الرابط أو ما هو هذا العنصر. إذا الخلفية التي تشاهدونها هي آخر شيء موجود في خلفية هذه الصورة. ثم بعد ذلك نجد هذه العبارة عيدكم مبارك، ثم الصورة، ثم الكتابة. وبالتالي إذا أردت أن أقوم بإخفاء أي جزء من هذه الصورة، مثلا هذه الصورة، أقوم بإخفائها بهذه الطريقة. ويمكن أن أقوم بحفظ هذه الصورة على شكل صورة بصيغة الجي بي جي أو صيغة البي إن جي. ثم أريد أن أعدل على هذه الصورة، إذا أختار مثلا، أقوم بتحديد هذه الصورة بهذه الطريقة، ويمكن أن أحددها من هنا، ثم أقوم بالضغط على هذه الصورة وأختار من هنا تغيير الصورة. إذا أختار تغيير الصورة، ثم ستظهر صورة مثلا على الحاسوب، أختار الصورة التي أريدها. إذا سأختار هنا صورة أخرى من الصور، أختار مثلا أن تكون مثلا صورة شخصية، اختار مثلا هذه الصورة. ستظهر مكان الصورة الشخصية بهذه الطريقة. ثم كذلك يمكن التحكم في هذه العبارة عيدكم مبارك من حيث تغيير الألوان. إذا أضغط على العبارة أو أحددها من Select، ثم أحدد هنا اللون الذي أريده من قائمة الألوان. كذلك نفس الشيء العبارة المكتوبة هنا يمكن كذلك أن أغير من الألوان بالطريقة التي أريدها. إذن أغير هنا الألوان وذلك. إذن هذا فيما يخص الصورة الأولى. ثم الصورة الثانية نفس الشيء، يمكن أن أغير هذه العبارة ونكتب عبارة أخرى، وكذلك أغير الألوان وغير ذلك. ثم نفس الشيء هذه العبارة عيدكم مبارك بصيغة أخرى، نفس الطريقة أغير الألوان بالشكل الذي أريده. كذلك الصورة التي تظهر هنا في الصورة الشخصية التي تظهر هنا وهي موجودة بهذه الطريقة، يمكن أن أقوم بإزالتها من خلال إخفائها أو من خلال إزالتها بشكل نهائي، أو تغيير هذه الصورة والقيام بإعداد هذه الصورة وتبديلها. ولن يكون هذه الطريقة بالكيفية التي رأيناها في الصورة الأولى، وإنما باعتبار أن هذا الشكل قمنا بملئه بهذه الصورة، نقوم بالضغط على الصورة، ثم من خلال الصفحة الرئيسية أو من خلال الذهاب إلى فورمات، من خلال الصفحة الرئيسية أو فورمات، نختار من هنا الشكل أو الألوان الشكل، ثم نختار الصورة من هذا المكان. إذا نختار الصورة، لكن هنا نختار من الحاسوب مثلا صورة أخرى، أختار مثلا هذه
الصورة، اختار الصورة السابقة بهذه الطريقة، ستظهر لكن ستظهر لن تكون هذه الصورة شفافة. وإذا أردت أن أتحكم فيها لتكون الصورة شفافة، إذا أضغط على فورمات ثم من الشكل أو من الصفحة الرئيسية كالعادة، من الصفحة الرئيسية أو من فورمات، إذا أختار هنا الصفحة الرئيسية، في قائمة الألوان الخاصة بالأشكال أختار من هنا الألوان أو تدرج الألوان، ثم أختار الإعدادات الخاصة بتدرج الألوان، ثم من هنا من حيث الشفافية أقوم بالتحكم في درجة ظهور هذه الصورة أو شفافية الصورة بهذه الطريقة. ثم ننتقل إلى الصورة الموالية، والصورة الموالية نفسها نفس الصورة السابقة أو التهنئة التي تشاهدون الآن نفسها نفس الصورة السابقة، نتعامل معها بنفس الطريقة، نحدد مثلا هنا الشكل أو الصورة، أغيرها بأي شيء أريده، ويمكن كذلك أن أغير ألوان هذا الشكل الذي ترونه الآن، يمكن أن أغير ألوان كثيرة لهذه الطريقة. ثم الصورة كذلك نقوم بنفس الطريقة من الصفحة الرئيسية، ثم أضغط على الشكل أو الصورة، ثم أختار من هنا صورة أخرى، ثم أختار كذلك صورة من الحاسوب، أختار الصورة التي أريدها ثم أقوم بتغييرها. ويمكن أن أتحكم في درجة شفافية هذه الصورة بنفس الطريقة التي رأيناها في المثال الثاني. نفس الشيء أغير من الألوان والأماكن بالطريقة التي أريدها، يمكن أن أخذ وأحدد عنصرين وأقوم بنقلهما إلى أي مكان داخل هذا الإطار. ثم العنصر أو التهنئة الرابعة، نفس الطريقة أتحكم في الألوان وأتحكم في هذه الأشكال، ثم أحدد مثلا هنا الصورة، أريد أن أغير هذه الصورة في هذا المكان، لكن هذه الصورة توجد ضمن أو بين الطبقات وبالتالي لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال Select ثم Section Pane، أعيد ثم هنا سأحاول أن أبحث عن هذه الصورة. إذن الصورة هي الشكل 16 من هذا المكان، إذن عندما أقوم بالضغط على هذه الصورة سيتم تحديدها، ثم أقوم بوضع الفار على هذا الإطار، ثم أختار أضغط من هنا على هذا الشكل، بالضغط على الشكل حتى يتم تحديده، ثم نفس الطريقة أقوم من قائمة الألوان بتغيير الصورة وأختار صورة أخرى، أختار مثلا هذه الصورة. الآن سأقوم بإضافة بعض الإعدادات على هذه الصورة، إذن أترك الشكل الذي قمت بتحديده، ثم أختار فورمات، ثم أختار قص الصورة. من خلال القص سأحاول أن أجعل هذه الصورة، أن أقوم بوضع الصورة في الأعلى بحيث تكون في هذا المستوى، إذن في المستوى في الأعلى بحيث لا تظهر أسفل هذا الإطار الذي تظهر فيه كلمة عيدكم مبارك، ثم أضغط خارج هذا الإطار فيتم تحديد هذه الصورة بهذا الشكل الذي ترونه الآن. كذلك نفس الشيء، أريد أن أغير هذه الصورة داخل هذا الإطار، أقوم بإزالة الإطار الأول مثلا، ثم أغير هذه الصورة بنفس الطريقة من خلال الألوان، ثم أختار صورة أخرى، أو حتى لا أقوم بتغيير مكان هذه الأشكال أو الطبقات أقوم باستعمال نفس الطريقة السابقة، ثم من خلال Select ثم من خلال Selection Pane أختار وأبحث عن هذه الصورة الخاصة بي، ثم من هنا أحددها بنفس الطريقة، ثم أضغط وبعدها أقوم بتغيير الصورة وأختار صورة أخرى، أختار صورة أخرى بهذا الشكل، ثم أستطيع أن أغير هذه العبارات.
ثم هناك شكل آخر من بين هذه التهاني أو تهنئة أخرى، فيها كذلك مجموعة من العبارات يمكن أن أتحكم فيها، وصور عبارة عن صيغة PNG. إذن هذا كل شيء، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ونراكم إن شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.